تحنيني في مليلة الصيني صيني على صيني يا ربي تعطيني تعطيني بيت الله وزر حبيب الله هاتي حبيبتي هذه لك يا يما هذه زينة وخزينة عقب عمر طويل يصير فيني شاي ولا شاي ينفعك تحملي في روحك وهذه الدنيا يا يما ما تدرين بها الدنيا دوارة خلي عندك كبرتي احتجتي شيء بس لا تلعبين فيه هو زينة لك وخزينة عرفتي يا يما اي ديدة اي حبيبتي تحملي في البيت ان شاء الله بعد عمر طويل نوف رد عليك الجمعان؟ نفسك حدي متوتره لحين ما حد رد علي ابوي ايميل من الجامعه اللي ابيها مش مكتوب انقبلتي ولا اي قبلت اوف خلى عقل كورونا يلا شوفك بعدين باي اوهو شلون بدفع هالمبلغ الكبير الحين من وين لي سمعي يا بنيتي نوف هذه المضاعد يا حبيبتي زينة وخزينة يا يما ما في مثلهم ورثتهم عن أمي الغالية وغبيتهم وأحبهم وايد وغاليين علي لأن ما في مثلهم في السوق الحين هذه ذهب خالص يا يما إذا بعتي يجيب لك مبلغ عالي أخذيه وكشخي فيه وعليش مليون عافية يا حبيبة قلبي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبي هاي الذهب بس شوفي كم. إن شاء الله. لا هذا ذهب واجد زين. موت موديلات في جين. قاتل لون في جين. وين حصل هذا موديلات؟ مال يدك يا. والله واجد زين. إن شاء الله شوفنا كم. انا اشتري هذا الساعد اوكي انا بفكر وبرجع لك ان شاء اوكي اوكي اهلا في اكل
حياتك؟ والله صدق صار لنا فترة طويلة. ايش اخبار امور الجامعة؟ ويسكتي بعد ذهب يدتي عشان الجامعة تخيلي. ويش طلبتي لي؟ Your favorite. بس والله كنت اقدر اساعدك، ليش ما قلتي لي؟ شو اسوي توهقت وما كنت بكلف عليك. بس مهما كان احنا خوات. ويسكتي بروحي متحسفة اني بايعتها. الحياة دروس وعبال، إذا جينا للغلط كلنا نغلط كثير، وكلنا نندم ونتمنى نمشي على الطريق الصح، وأحيانا نضطر نسوي أشياء ما ودنا نسويها، بس اللي يهم في النهاية إن نتعلم من أغلاطنا ونحاول ما نكررها.